مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. دعوات المرضى التي استمعتم إليها منذ قليل لكل فاعلي الخير اللي بيدفعوا مبالغ مالية لإمداد الحياة لمراكز الغسيل الكلوي المهددة بالإغلاق، وإذا هددت بالإغلاق ده معناها إن أعداد كبيرة من المرضى لن يتمكنوا من الغسيل الكلوي وبالتالي بيموتوا. وشفنا بعض الذين تأذوا صحيا أو حتى الذين توفوا بسبب إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوي أو بسبب تقليل الجلسات المحددة لهم. لما تقول له بدل ما هتغسل 3 جلسات هتغسل جلستين صحته بتتأثر، وشفنا حالة توفيت وتداولناها معاك، وشفنا أيضا بعض الحالات المأساوية. لكن شوفوا ازاي ما الذي يقوله المرضى ودعواتهم لكل فاعلي الخير اللي بيتبرعوا لهذه المراكز وللمرضى. اتمنى على الجميع انهم يعملوا كده. احنا لا نجمع اموالا ولا نفتح حسابا، كل اللي احنا بنعمله كما اكدنا كثيرا ان احنا بنقول لك هناخدك بعربية القناة انت او من ينوب عنك فاعل الخير حتى يكون التبرع بشكل مباشر. بنفضل ذلك لاسباب مختلفة متعلقة بالشفافية وبالسرعة. وسنذهب الى مركز الغسيل الكلوي، هتشوف بقى حالات المرضى اللي بينتظرون هذا التبرع بشكل يعني انه يؤثر على حياتهم. وممكن انك تمد الحياة في مركز الغسيل الكلوي لمدة شهر لمدة 2، لكن هنستمر معاكم بالشكل اللي شفتوه منذ قليل. فاعل خير بيتبرع للمرضى وبالتالي هنا لن يتوقفوا عن الغسيل الكلوي. بالخير هنبني المجتمع خاصة في ظل تخاذل حكومي واضح، تهاون واستهتار يصل الى حد القتل العمد من قبل وزارة الصحة مع ادعاءات كاذبة بتدعيها دائما انه ما فيش مشكلة والناس بتموت. يقولوا ما فيش مشكلة والناس بتموت بسبب اختفاء الأدوية او ارتفاع اسعارها. ننوه الى موضوعاتنا قبل ما نبدأ القضايا المختلفة. كالعادة يعني غالبا يوم الاربعاء بنحاول ان احنا ناخدكم فيه من الازمات والمشاكل. واحد من ملوك الاغنية الشعبية المطرب الكبير عبد الباسط حمودة هيبقى معانا بعد قليل، وهيبقى معانا ان شاء الله مبكرا عشان تمتد السهرة، وهيغني لنا كل اغانيه الشعبية الشهيرة اللي الناس بتتابعها واللي بينتظرها كل المشاهدين. هنستمتع بعبد الباسط حمودة هياخدنا من الازمات والمشاكل. كنت
احنا دايما بنحلم انه مصر تتحول بالفعل الى دولة مؤسسات حقيقية، وان العدالة فيها لا تخدش خدشا واحدا. اي خدش، وشوفوا بقى تعبير الخدش، اي خدش في العدالة لا يمكن انه يؤثر على الناس وعلى مصائر البشر. قضية مجدي مكين نموذجا. مجدي مكين مواطن مصري وبنتعامل معاه لأنه مواطن مصري، بين قوسين يعني الذين حاولوا إصبار صبغة طائفية على قضية مجدي مكين، يعني كان عندهم أهداف تانية. مجدي مكين مواطن مصري، يبحث كل مواطن مصري أيضا عن مصيره. مجدي مكين هل تعرض للتعذيب أم لا؟ طبعا هنا في اذهان البعض على الفور انه بالتاكيد انه ممكن يكون الشرطه هتحمي نفسها وهتحمي ضابط الشرطه، لكن لما تبقى في عندنا مؤسسات حقيقيه وفي فصل بين المؤسسات، لا سلطه تنفيذيه هتستطيع انها تؤثر على قضائنا الشامخ ولا على مؤسسه او هيئه زي الطب الشرعي رغم تبعيته لوزارة العدل، يعني سلطة تنفيذية، لكن العدالة في كل الأحوال هتتحقق بهذا الفصل بين السلطات المختلفة، وكمان بأنه ما فيش أي سلطة يمكن أن تؤثر على العدالة بأي شكل من الأشكال. كنا بننتظر تقرير الطب الشرعي في هذه القضية على اعتبار أنه العامل الحاسم، في شواهد، في أدلة، لكن هي ليست كافية. العامل الحاسم دائما بيكون تقرير الطب الشرعي، والبعض هنا ممكن يبقى يقعد يتخيل أصل هيأثروا على الطب الشرعي، أصل هيخلوا الطب الشرعي يصدر تقريرا لصالح ضابط الشرطة. لكن اللي حصل أنه وأنا كنت بعمل اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية، تقرير الطب الشرعي هقول لكم تفاصيله بدقة شديدة، أثبت بالفعل أن مجدي مكين تعرض لتعذيب. التعذيب تم إزاي؟ كان من أسبوع أو من 10 أيام كان صدر تقرير الطب الشرعي للاثنين اللي كانوا مع مجدي مكين، اللي تم القبض عليهم مع مجدي مكين، وثبت بالفعل من تقرير الطب الشرعي أن واحد أنهم تعرضوا للتعذيب بنفس الأسلوب. يعني ايه هو الاسلوب؟ الاسلوب اللي تم مع مجدي مكين ومع زملائه. الاولاني طبعا كان في شد، في بيربطوه من الخلف كده، بينيموه على بطنه. يعني خليني اقول لكم اللي حصل الاول مع مجدي مكين. مجدي مكين ينيموه على بطنه وايديه من الخلف كده بتتشد بشكل قوي جدا، وبعدين يقف أمين شرطة على ظهره، حفل التعذيب. يعني ده اللي أثبته تقرير الطب الشرعي اللي هقول لكم اللي جه فيه بالظبط. يعني هنا لقوا عند مجدي مكين أو خلينا نشوف، احنا قلنا نعمل مشهد تمثيلي نشوفه كده على الشاشة، مشهد تمثيلي بالظبط، لأنك ازاي ممكن تقعد مجدي مكين كده أهو على بطنه وتشد الإيدين من الخلف، وبعدين يقف واحد على ظهره من الخلف. طبعا هو حاطط رجله هنا بس، لكن لأنه احنا يعني قلنا لو واحد هيقف على ظهره يعني ممكن يحصل له نفس الإصابة ولا حاجة، لكن اهو بالطريقة اللي تمت مع مجدي مكين بالشكل التالي وزملائه. وده أسلوب تعذيب. يعني انك هقول لكم تاثيرات ده ايه، البعض ممكن يتخيلها سهله، لكن هتشوفوا ايه اللي حصل لما يكون الشد شديد جدا، شد اليدين من الخلف بهذا الشكل، وتاثيره ايه على الاعصاب وعلى النزيف اللي حصل، هقول لكم عليه. اللي حاطط رجله ده المفروض واحد بيقف على ظهر مجدي مكين وهم بيشدوه وايديه مشدوده من الخلف بهذا الشكل. ده اللي اثبته بالظبط تقرير الطب الشرعي اللي هو المشهد اللي انتم شايفينه.
انه مجدي مكين تم توثيقه من الخلف، تم الايد مشدودة بشدة، الايدين الاثنين من الخلف، وفي واحد وقف على ظهره. ده ادى الى ايه؟ ادى الى في انه في لقوا في انزفة شديدة على صدره. لما تشد انت من الخلف كده الايدين عملت انزفة على الصدر نتيجة الشد، وعلى ظهره كمان في أنزفة شديدة، وطبعا كمان لأن في واحد واقف على ظهره. طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي تسبب في وفاة مجدي مكين النخاع العظمي، إن في عظمة انكسرت نتيجة الشد ده، عظمة انكسرت، فالعظمة مشيت في الدورة الدموية، الشدة دي عملت أنزفة في الصدر وأنزفة في الظهر، ووصلت بقى هنا في النخاع العظمي، مشي في الدورة الدموية، اتكسرت العظمة، اتكسرت ومشي في الدورة الدموية، عملت لمجدي مكين جلطتين على في الراس، وده أدى إلى الوفاة. ده أدى إلى الوفاة. اللي حصل مع زميل مجدي مكين، اللي حصل مع مكين هو نفس المشهد، مشدود من الخلف وأمين شرطة تاني واقف على ظهره، وده سبب شد على الضفيرة العصبية. ده اللي أصيب بقى، ده التاني اللي أصيب، حصل عنده شد على الضفيرة العصبية، وده تم إثباته أيضا في تقرير الطب الشرعي. فاللي أنا عايز أقول لكم إنه هنا تقرير الطب الشرعي إذن أثبت تعرض مجدي مكين للتعذيب. ونقعد نتساءل يعني، طبعا تاني وتالت يا جماعة، يعني ده ينسحب على الذين تورطوا في حفلة التعذيب دي. كل من تورط في حفلة التعذيب لابد أن يسأل ويحاسب، لا ينسحب على جهاز الشرطة بالكامل. ما احنا عندنا ده بالعكس، ده بقى اللي بيسيء لزميله اللي استشهد دفاعا عنا جميعا. ما هو في امين شرطه ايضا بيستشهد دفاعا عنا، وفي ضباط شرطه شهداء بيدافعون عن الوطن. فتقعد تتساءل، طب ما هو في حوزتك المتهم، وهتحط الكلبشات في ايده او هتستخدم الوسائل القانونيه للقبض عليه، ليه حفله التعذيب؟ وكمان في ناس بتتخيل يقول لك ايه يعني ايه المشاهد، انا يعني ممكن تكون شفت المشاهد ده احيانا، فعلا بيقوم رابط اي حد من الخلف كده ويشد ويوقف حد على ظهره ويعتبر انه المشهد مش هيحصل فيه حاجه، ممكن يعدي مع حد، ممكن ما تحصلش اثار صحيه عليه، وممكن يموته زي ما حصل مع مجدي مكين. قلت لكم ايه اللي حصل، انزفه نتيجه الشده دي، انزفه على الصدر وأنزفة على الظهر، النخاع العظمي عظمة اتكسرت، مشيت في الدورة الدموية، عملت جلطة وقفت الدم على الفور، ومات مجدي مكين. ونقعد نتساءل يعني، طب حفلة التعذيب دي اما شوفوا خسايرها بتبقى عاملة ازاي، شوفوا حجم الغضب، وحجم الغضب ده أدى كمان إن البعض يحاول إنه يستغل القضية طائفيا. أغلقنا هذه البوابة وقلنا للناس مجدي مكين مواطن مصري، ملك لكل المصريين، مش مواطن مسيحي، ومفيش حاجة اسمها مواطن مسيحي ومواطن مسلم يعني. لكن هنا خلونا يا جماعة نتباهى ونفخر بالطب الشرعي. وأنا كنت عارف التقرير اللي صدر للزميل مجدي مكين ده من أسبوع، لكن علشان يعني البعض ما يقولش أصل أنتوا بتؤثروا على العدالة وعايز المهم إدانة الضابط، لا مش المهم إدانة الضابط، المهم إنه الحاجز النفسي الكبير بين الشرطة والناس اللي استعدناه في 30/6 وسقط هذا الحاجز نهائيا، مش ممكن هيرجع تاني. هو يرجع إمتى؟ لو تم التستر على تجاوزات. لكن طول ما مفيش تستر على تجاوزات وعلى انتهاكات، اللي بيغلط يتحاسب. وده اللي حصل مع قضية ضابط الشرطة، اللي بالتأكيد هيصدر أوامر ضبط وإحضار. ويعني كان المتوقع بعد صدور التقرير الأولاني من أسبوع
ان تصدر اوامر ضبط واحضار، لانه خلاص ثبت التعذيب اللي هو التقرير الخاص بزميل مجدي مكين اللي ثبت فيه بالفعل انه الضفيرة العصبية بسبب الشد من الخلف ان فيه عملية تعذيب، لكن يبدو انه النيابة ارتأت انه يتم الانتهاء من كل التقارير الطبية المتعلقة بالمتهمين الثلاثة يعني، وثبت ان مجدي مكين تعرض بالفعل لتعذيب بالشد وبالاسلوب اللي انا قلت لكم عليه ومات بهذه الطريقة. العدالة هتنتصر في النهاية، وده اللي نتمناه، انه مفيش حد يحاول ان يؤثر على العدالة. ممكن تكون في قضايا سابقة في سنوات سابقة عند الناس في موروث كده يقول لك يا عم هم يعني هيخلوا ضابط الشرطة بتاعهم يتحاسب يعني ولا يتعاقب، لا ده انتهى ولن يعود ويجب ألا يعود. هسأل الأستاذ محمد عثمان رئيس هيئة الدفاع عن مجدي مكين. يا أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. أستاذ محمد، تقرير طب الشرعي زي ما أنا قلته كده تقريبا، ولا عايز تضيف حاجة فيه أو تصحح لي حاجة؟ لا مظبوط، أنا بس عايز أضيف أني طبعا بتفق معاك أن الشوط اللي وصلت له هذه القضية بيؤكد أن مؤسسة الدولة المصرية بخير، على رأسها النيابة العامة اللي أنا بعتبرها أن هي بذلت جهد غير عادي وتحقيقات على أعلى مستوى من الدقة والمهنية حتى الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية. أيضا وزارة الداخلية لم تتستر وقدمت كاميرات اسم شرطة الأميرية للنيابة العامة، وكان لهذه الكاميرات أيضا دور في كشف الحقيقة. فبالتالي اللي حصل في هذه القضية هو انتصار للدولة المصرية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الطب الشرعي كمؤسسة احنا كلنا بنحترمها وبنثق في تقريرها. تقرير الطب الشرعي طبعا زي ما حضرتك قلت بالظبط وبنفس التصور ان هو تم القاء المجني عليه على وجهه، وان هناك من قام بالوقوف على ظهره ثم شد الذراعين الى اعلى او عكس اتجاه جسمه، ده ادى الى حدوث جلطة في النخاع العظمي وجلطة بالرئتين بعد حدوث صدمة في الضفيرة العصبية نتيجة طبعا شد الذراعين لاعلى او للخلف وشخص واقف طبعا على جسمه، ده أدى إلى توقف عضلة القلب، من هنا حدثت وفاة المجني عليه رحمة الله عليه. إحنا يا أستاذ وائل في القضية دي تحديدا وزملاء هيئة الدفاع إحنا كلنا متطوعين في هذه القضية، إحنا لا ندافع في هذه القضية عن شخص مجدي مكين، مجدي مكين في ذمة الله ورحمة الله عليه، لكن في النهاية إحنا بندافع عن سيادة القانون وعن حرية وكرامة الإنسان المصري والتصدي أيضا لجريمة التعذيب باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وحق كل متهم أو حتى مشتبه به أن يعامل المعاملة اللي تحفظ عليه كرامته وإنسانيته وفي إطار القانون. هذا التصرف وفي النهاية تصرف مسيء، يجب أن من ارتكب هذا الفعل اللي بالفعل أساء طبعا لا يسيء لكل الداخلية وتضحياتهم واللي بيقدموه احنا بنقدره بنسمن دور طبعا وزارة الداخلية في المرحلة الأخيرة، وان للأمانة كان في دور جيد وما كانش هناك في محاولات للتستر عليه، يعني العدالة بالفعل في هذه القضية أخذت مجراها حتى وصلنا للحقيقة اللي حضرتك طرحتها الآن. طيب الأستاذ أنا آسف المهندس جرجس الصديق، مهندس جرجس أهلا بيك. مهندس جرجس أهلا بيك. أهلا بيك يا معالي الباشا. قول لي هو ابن عم مجدي مكين بعد صدور تقرير الطب الشرعي ارتاحت انفسكم لظهور العداله الان؟ طبعا اولا احنا بنشكر السيد الرئيس بصراحه، الراجل اهتم بالقضيه اهتمام جامد طبعا، والموضوع كان يعتبر ان ده يعتبر ابنه بالظبط او مواطن مصري عن حقه. بنشكر السيد الرئيس وزير الداخلية برضو
سيد راجل محترم عمل برضو الصح بالنسبة للدولة. بنشكر الطب الشرعي طبعا، الناس جهاز محترم. بنشكر القضاء، قضاء الشريف طبعا عادل بل سعادتك. طبعا احنا كنا متين سبحان الله، عدل بتاع ربنا اولا واخيرا، وطبعا بلدنا فيها قانون سعادتك طبعا، وطالما في قانون ما فيش اي مشاكل بالنسبه لنا. طيب هنا هنا يا استاذ محمد، استاذ محمد عثمان، عشان بس يعني البعض، عشان يا جماعه يعني الـ 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 المتهم يعني مهما كانت طبعا اي اتهامات موجهه اليه يعني يظل متهما في يد العداله، يجب ان انك تعامله معامله لائقه يعني. علشان كمان بس يا استاذ محمد، لسان البعض هيقول لك ما هو تقرير الطب الشرعي جه فيه انه مجدي مثلا بيتعاطى، هل ده يمكن ان يكون مبررا لاي شيء؟ لا اطلاقا. حتى لو واحد بيتعاطى مش معنى كده ان معايا تصريح بقتله او بإزاق روحه او بتعذيبه. في النهاية في قانون، المتهم القانون رسم طريق للتعامل مع المتهم بما يحفظ عليه كرامته وإنسانيته. التعدي او استعمال القسوة او العنف مع اي مواطن من قبل اي سلطة دي مسألة مجرمة وجريمة لا تسقط بالتقاضي. طيب انا بس بقول لك ده عشان بعض ما يمسكش في 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 حاجه يا جماعه. انت مش من حقك انك تعذبه، مش من حقك انك تعذبه ولا انك تقيم عليه حفل التعذيب بهذا الشكل. ودي النتيجه، شوف بقى بيضيع فيها مستقبل ضابط شرطه وامناء شرطه. واتمنى انه يتم الاستفاده من هذه القضايا. يعني استاذ محمد عثمان الف شكر، استاذ جرجس الف شكر. انه عندك وسائل مختلفه للتعامل مع المتهم وتقديمه للعداله. كان النتيجه لده ايه؟ النتيجه لده انك بتحصل ازمات نفسيه شويه بين كل العائلات المحيطه بمجدي مكين، وده بيبقى حزام من العائلات. كل متهم عنده حزام كبير من العائلات ومن المحبين ومن الجيران، بياخدوا موقف ويقول لك شفتوا بقى الشرطة هتعمل ايه. فاحنا عشان كده بنقول للناس لا، ده لا يقبل التعميم على الشرطة ككل، طالما انه ما تمش التستر على الضابط والامناء، وطالما لم يتم العبث في ادلة الاتهام، بل بالعكس زي ما بيقول الاستاذ محمد عثمان انه وزارة الداخلية قدمت حتى الكاميرات اللي افادت في الوصول إلى هذه النتائج. نتمنى أن قضية مجدي مكين تكون مدخلا لإنهاء تورط بعض الضباط، بعض الأمناء في تعذيب أي متهم بيتم إلقاء القبض عليه، والناس تشوف ده فتخاف تقول يعني لا سلطة هتحميني ولا حتى وزارة الداخلية نفسها هتتستر عليا زي ما حصل في هذه القضية. وفي النهاية هأحاسب وهيتم تقديمهم إلى المحاكمة بعد طبعا ما يتم تنفيذ أوامر الضبط والإحضار اللي سواء اللي هتصدرها النيابة أو اللي إذا كانت أصدرتها بالفعل. دي من القضايا طبعا المهمة اللي أثارت الانتباه وأثارت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية. إذن مجدي مكين تعرض للتعذيب، واحيانا كمان يا جماعه خلي بالكم ممكن يكون ضابط الشرطه والامناء لما عذبوا بالشكل ده ما كانش في ذهنهم ان هو هيموت. يعني هو انت تقدر تقيس يعني حجم الاذى الذي يمكن ان يلحق بمواطن؟ يعني هو قال لك انا بقيده من الخلف وهوقف حد على ظهره، اهو ده موته، ادى الى انه مات، واصبحت انت قاتلا ومتهما بالقتل الآن يعني. والبعض بيستسهل المشاهد دي، احنا بنشوفها حتى ناس ممكن تهزر مع بعض بنفس المشهد. لكن طبعا هنا لأنه كان في حالة غل في التعامل مع المتهم وحالة انتقام، فلما يشد الإيد قوي من الخلف، لما تحصل طبعا نزيف في الصدر ونزيف في الظهر وعظمة تطير وتمشي في الدورة الدموية، ده معناها انك شادد بعصبية وبانتقام، وده معناها انك واقف على ظهره علشان
تزود عملية إزلاله وتعذيبه يعني. ده اللي انتوا شايفينه، ده مشهد تمثيلي للي حصل بالظبط لمجدي مكين وفقا للمعلومات اللي حصلت عليها من مصادرنا فيما يتعلق بتقرير الطب الشرعي. بيع الكلى امبارح كمان ناقشنا انه مصر تحولت الى سوق لبيع قطع الغيار البشرية وسوق لبيع الكلى، وانه الناس بتبيع كليتها دلوقتي. القضية اللي احنا ناقشناها معاكم امبارح، وكان البعض بيقول الحل لده ان احنا بقى يا جماعة نخلي الموت الدماغي هو الحل، على اعتبار انه بيفتح الباب لامكانية التبرع. الموت الدماغي يعني اول ما المريض يموت دماغيا وظائف المخ تتعطل وتتوقف يبقى مات، وما ننتظرش توقف القلب، لانه مصر هنا لسه بتاخد بانه الموت هو توقف القلب بسبب فتاوى ايضا رجال الدين والازهر اللي فيه تصميم على ان الوفاة لا يمكن ان تكون الا بوفاة القلب. وهنا بالتالي هنا بيقولوا الاطباء لو خلينا بس الموت الدماغي هيبقى في عندنا امكانية ان في ناس تتبرع، لناس بالكبد وناس تتبرع بالكلى، ويبقى في تبرع حتى بالقلب يعني، وممكن تنقذ حياة مرضى. لكن ده مخوف ناس اكتر من انه بالعكس لما تعمل كده ده هو ده اللي ممكن يزود انه مصر تبقى سوق كبيرة جدا لقطع الغيار البشرية، خاصة انه مع ضغط العوز المعيشي والاجتماعي والاقتصادي فممكن يدفع الناس الى انها تبيع بالشكل ده، او واحد بيموت فاسرته تقول يلا لما نبيع بالموت الدماغي قبل توقف القلب يعني. كل ده ناقشناه معاكم امبارح، لكن القضية نفسها الحالة اللي مسكوها كانت زي ما هتسمعوا، المريض هي المواطن اليمني اللي جاي. مش بقول لكم مصر تحولت الى سوق، يعني بيأتي مواطنون من دول عربية، وايضا بيجي ناس بتبيع كليتها من دول تانية، ما هي مصر بقت سوق خلاص. كان مواطن يمني دفع 70,000 دولار علشان ياخد كلية مواطن مصري. المصري بقى الغلبان ده هو الحلقة الضعيفة، تخيلوا بياخد كام؟ 17,000 دولار، 17,000 جنيه، 17,000 جنيه. هنشوف ده في ال مبلغ بسيط يعني، مبلغ بسيط جدا. والكعكة الكبيرة طبعا بقى في سمسار وفي أطباء وفي ممرضين، يعني ممكن يا جماعة نسمح بده؟ وكمان الحلقة بقى اللي هي المتعلقة بالمثقفين بقى والأطباء واللي أقسموا قسم المهنة، دي الحلقة اللي كنت أعتقد إنها هي دي اللي هتوقف ده، هي دي اللي تقول للسمسار أنا هبلغ فيك. لكن للأسف بعضهم عقد صفقات مع الشيطان، ما زالوا متهمين حتى الآن. لكن ذهبنا إلى المستشفى وحصلنا اللي تم إغلاقها ابن النفيس، وأيضا حققنا هذه القضية من جديد وحصلنا على بعض المعلومات المهمة. أغلقت الرقابة الإدارية مستشفى ابن النفيس الخاصة بعد اتهامها في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية. دول بتوع الأعضاء البشرية ويبيعوها وخربين الدنيا، والدنيا بسببهم هنا بايظة خالص، والله والله الله يحرقهم بجاز. مستشفى عرفت بين أهالي المنطقة أنها لا تستقبل إلا الحوادث ذات الحالات الحرجة. أي مستشفى بتلاقيها بتستقبل، يعني تخش لها حالة حرجة تقول لا إحنا مش هنستقبلها، دي تستقبل حالات حرجة. اعملوا عمليات على طول، يا زايدة يا إما الكلى يا إما معرفش إيه كده يعني. حالة من الشك الدائم انتابت أهالي المنطقة حول طبيعة العمل داخل المستشفى، وذلك لكثرة حالات الوفيات بها. حسيتش بحالة استغراب كنت متوقعة؟ كانت ناس بتموت كتير. كانت كل يوم حالة واثنين وثلاثة. كله بيشتغل على أجل الفلوس. ما فيش حد حتى عنده ضمير ولا دين ولا اي حاجه. ما بياخدوا الغلبان، خدت بالك، يشيلوا له كليه، يشيلوا له اي حاجه، ويدوها لواحد غني عشان ياخدوا فلوس.
وبيعملوا ملايين ومليارات. جيبوا ناس غلابة جدا ما بيعرفوش يمدوا ولا بيعرفوا يقروا ولا بيعرفوا يعملوا اي حاجة، بيكتبوا اي كلام يا عيني وما يدوموا خلاص ان هم مضوا. قبل كده حد عندنا كان تعبان وجينا المستشفى سألنا، قالوا ان هي مستشفى تأمين صحي خاصة بالناس اللي شغالة في الشركات والتأمينات وكده، مش مختصة بالحالات العادية يعني. ما حاولتوش تبلغوا؟ هنبلغ نقول ايه، الناس اهاليها قاعدة وبيموتوا الناس وبياخدوهم ويمشوا. يا أستاذة اللي بشوفه الحالات اللي خارجة للمستشفى بندخلها الجامع، يعني ده طالعة من التوفية بس. لو في أي جثة ممكن يخرجوها من الناحية دي ضنيني، وبالباقي بيخرجوه من ورا، بتيجي العربية بتاخده من ورا. عايزة تبص عرضك فيها أربع من ورا. ده الباب الخلفي اللي هم بينظفوا منه. تعالى. يعني المفروض ده الباب اللي بتخرج منه الجثث. لا. عايزة الباب اللي كانوا بيخرجوا منه الجثث. ده اللي بيطلع منه حاجات يعني اللي هي الخارجية، عشان هي الجثث اللي بتخرج بشكل غير طبيعي. جثث غير طبيعية، لأن دلوقتي برا حضرتك بيبقى مثلا أهل عيانين، فبيقول لك مثلا عيانين، أهل عيانين واحد بس توفى، فبدل ما نثبت لهم إن المستشفى دي مثلا مش كويسة بيطلعوا من وراها، بتيجي العربية بتيجي من عادي بتقف عادي يعني. ما بلغتوش ليه لما انتوا شايفين المستشفى فيها حاجات مش طبيعية؟ بنقول حضرتك يعني لا ما الحمد لله ما بخافش غير من ربنا بس. ليه ما بلغتوش؟ لا هو كشعب كعام كنظر ان دلوقتي دي رعاية مركزة بس، فاللي بيجي بيجي فاقد فأكيد بيموت. واحد جاي يشيله ومنتهي، فما وضع يعني طبيعي انه بيتصرفوا في بقية الأعضاء. استغربتش لما عرفت ان هي تجارة الأعضاء. والله هتستغرب الايه ولا ايه، يعني هو اساسا بيقول لك يعني دي جثة منتهية وكده كده هتتدفن، فهو بيقول لك احنا بنحاول نفيد ده بالجزء ده. ليه انتوا ما بلغتوش؟ انت عارف دلوقتي كل واحد يعني مالي في مصالحه ومشاغله. طب تعالوا نشوف مع نقيب الأطباء بالجيزة إيه المعلومات اللي حصلنا عليها المتعلقة بقصة الإتجار في قطع الغيار البشرية وبيع الكلى في مصر. حضرتك كنت ضمن الحملة التي دهمت بعض المستشفيات التي تقوم بنقل الأعضاء في محافظة الجيزة. الحقيقة أنا الرقابة الإدارية طلبت مني أن أنا أتدخل في موضوع يهم الصحة، أنا ما كنتش عارف بالضبط إيه الموضوع، وادوني معاد أنا والسيد الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة في الجيزة، ولقيتهم جايين وقالوا لنا تعالوا معانا. دخلنا إحنا داخلين مستشفى في الجيزة، بس دخلنا فقالوا لنا حضرتك انا بصفتي نقيب الجيزه والدكتور محمد عزم بصفته ممثل القوة التنفيذيه، قال نشوف بصوا في ايه. لقيت مريض يمني عنده في حدود 50 سنة ومعمل له عمليه من حوالي عده ساعات، يعني حوالي 5-6 ساعات، ولقيت البول بتاعه ماشي، صحيح بيبقى محمر شويه لكن ده عادي بعد عمليات هذا النوع من العمليات. لقيت البول ماشي، ولقيت كان محطوط على جهاز المونيتور، لقيت كل البارامترز بتاعته كويسه والعيان محمول كويس وصحته كويسه يعني. وبعدين بصيت جنبه لقيت شاب عنده 18 سنة، الولد ده معمول له هو اللي متبرع بالكلى وبس. فقالوا لي هل تقدر يعني توصف الواقعة من الناحية الفنية، فقلت له هل بصفتي أستاذ جراحة قلب ولا بصفة النقيب، قالوا لي لا حضرتك بصفتك النقيب بس. فكتبت اللي أنا شفته بالضبط. هناك قانون منظم لنقل الأعضاء ولابد أن يتبع، يعني مثلا في كل مستشفى فيها نقل أعضاء لابد أن يكون في لجنة مكونة من شق قانوني وشق من الأطباء فنيين من خارج تخصص النقل، بحيث انهم يشوفوا الورق عشان يبقوا محايدين، يشوفوا الورق بتاعه المرضى ويشوفوا التحاليل ويشوفوا هل تمت حسب اللوائح الطبيه والقوانين الطبيه، وبعدين الشق القانوني حسب القوانين بتاعه. طالما توفرت هذه القوانين يبقى ما فيش مانع ابدا ان يحصل نقل اعضاء. الفكره كلها ان بدات تبقى في ظاهره انه لان خصوصا مع تعويم الدولار بقى سعر التكلفه قليله جدا،
فبدأت الناس تيجي تعمل نقل الكلى هنا وتشتري الكلى من عندنا من الناس. ودي كان عشان كده كان تدخل الرقابة الإدارية وتدخل الجهات الرسمية فيها كان أعتقد أنه بداية إنذار للخطر وبداية الطريق الصحيح. نظرا لارتفاع سعر الدولار بدأ المرضى العرب بيجوا يلجأوا هنا، احنا تحولنا لسوق لبيع الكلى. نقل الأعضاء ليست جريمة، ولكن الجريمة هو التجار في الأعضاء والاستغلال الفقير واستغلال فقر الفقير لبيع أعضائه. هي دي اللي لازم الناس تفهم القضية فيها دي. دكتور حضرتك سمعت تقريبا بالمبالغ اللي تم دفعها للمريض المتبرع، يظهر اليمني كان دافع حاجة بتاع 70,000 دولار، والولد المتبرع خد 17,000 جنيه ولسه ما خدهمش. احنا بنحيتنا دلوقتي احنا ما نقدرش نحول حاجة، احنا مستنيين قرار النيابة. لما يطلع قرار النيابة كل من شمله من جاء اسمه في قرار النيابة سنقوم بتحويله من خلال النقابة العامة إلى لجنة أداب المهنة، ولجنة أداب المهنة ستشكله لجنة خاصة من القانونيين والمتخصصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تعالوا نشوف اثنان من الشباب تحت ضغط العوز المادي والأعباء المعيشية والاقتصادية اضطر كما يقولان لبيع الكلية. وطبعا العمليات البيع اي حد هيبيع يقولك انا ببيع علشان مش لاكل، يعني هو مش هيقولك انا ببيع عشان بستثمرها يعني او علشان اجيب عربية، انما هيقولك انا ببيع علشان مش لاقي اكل او علشان عايز اسدد ديوني. والبعض بيقنعه ان بكلية واحدة هتعيش، وقلنا كثيرا يا جماعة ثبت انه بعد 5-6 سنين هتلاقي انه الوظائف عندك ما بتشتغلش بشكل طبيعي، وانك بيحصل لك انعكاسات صحية سيئة. اللي اوهمك اللي اقنعك بان كلية واحدة هتؤدي نفس وظيفة الكليتين بيخدعك، واللي بيبيع كليته ده بتبقى عنده تأثيرات صحية سلبية بعد كده، وبيعاني وبيحصل له متاعب صحية جامة، بالإضافة إلى يعني دناءة العملية نفسها، إنك تحول جسدك إلى عملية للإتجار بهذا الشكل. تعالوا نشوف اعترافات الشابين. أجرى برنامج العاشرة مساء لقاء مع شابين باع أعضاء من جسديهما بسبب الفقر والحاجة، لنرصد لكم حالة من الندم تجتاحهما بعد تلك الفعلة. أنا كنت شغال في قهوة، فجي السمسار ده قعد عليها. أنا كان حلمي اللي أنا أجيب توك توك عشان متجوز ومعايا حتة عيل. جه هو اتكلم معايا، اللي أنت شغال هنا بتاخد كام؟ قلت له باخد 80 جنيه في اليوم. قال لي طب أنا معايا مصلحة تاخد فيها 50,000 جنيه، ايه هي؟ قال لي تروح تتبرع بكليتك. قلت له خلاص ماشي. رحت اتبرعت بيها وجروا بيا في المستشفيات ومعامل التحاليل والكلام ده. 50,000 جنيه خدتهم 20,000 جنيه، ده غير ما بيزق عليا ناس تعبان مش ما بقدرش، يعني مجهودي ما بقاش زي الاول. لو نزلت اشتغلت في مكان دلوقتي مش قادر اشتغل فيه، صاحب الشغل بيمشيني والدول مش سايبيني في حالي، انا مش قاعد في منطقتي. ما كملوش، ما عادوش معايا شهر، غير الناس اللي هم زقوا عليا خدت مني 2000 وهو خد 2000 من ال20. ما استفدتش بأي حاجة، استفدت اللي أنا غضبت ربنا بس وربنا يسامحني. دي أمانة بتاعت ربنا بس أنا غضبته، ربنا يسامحني. الشباب دلوقتي تعبانة مش لاقية شغل، فلما واحد من دول بيبقى قاعد، معلش قاعد على الناصية، قاعد عمال يفكر يجيب فلوس منين، عايز يتجوز، عايز يبني بيته، عايز يبني مستقبله، لما بيعدي عليه حاجة زي كده بيقلبها في دماغه واحد واتنين. طب أنا أطلع أعملها. حضرتك ما فيش شغل، دي أسهل حاجة لقيناها قدامنا. في الشغل في البلد ولا في اي حاجه، وحضرتك اللي مشغل الناس دي، اللي مشغل الناس دي اصلا المستشفى، هي اللي بتتصل بالناس دي، يعني اساسها المستشفى، اساس الناس دي. الناس دي حضرتك ما بتشتغلش، مش هتنزل تجيب واحد من الشارع من غير ما حد يطلب منها، لازم يكون في راس كبيره للناس واساسها المستشفى. دكاتره كتير في المستشفى دي بتعمل كده. خدت 20,000 جنيه ما عملتش بيهم حاجه، منهم السمسار خد 4,000 جنيه منه. الناس غلابه عنك يعني، العيال من دول يشوفوا
5000 جنيه ما مسكهمش قبل كده يدوخ. لعبوا علينا ان هم يديروا 50000 ولا يديروا 40000، واحد يقول له 50000 وواحد 40000. بيضحكوا على الشباب من هنا حضرتك، والشباب معلش من قله الشغل وقله الفلوس هيعمل ايه العيل من دول؟ عايز حاجه سهله بالنسبه له، وده غلط. بس هو ده اللي قدامه، ما لو اشتغل موظف هيشتغل قد ايه عشان يجمع 5-6000 جنيه عادي، ده لو لقى شغل حتى من الاساس. فالموضوع اكبر من كده، والناس دي مسنوده وبيهددونا يعني لحد وقتنا هذا بيهددونا. انا ما كنتش عارف اقعد في المكان ده، يعني انا كنت سايب المكان ده وماشي منه، لا عارف اقعد هنا ولا عارف المكان اللي لممني اللي ساترني وبقول الحمد لله، وما كنتش عارف اقعد فيه. دي ما عملت لهم قلق ووطت العمليات اتقفلت عندهم 15 يوم في المستشفى تابع ليها. اسهل حاجه دلوقتي لان هم سهلوها. الاول حضرتك كانت قليله قوي، ولما واحد عايز يشتري كان بيشتري بمبلغ بيعوض بمعنى اصح المتبرع زي ما بيقولوا، يعني هم بيقولوا متبرع. خش المعامل حضرتك وانت تشوف المهازل في المعامل. انا ببقى تعبان وببقى عايز اعمل اشاعه ما ببقاش معايا حقها، هم بياخدوه بيصرفوا عليه 7-8000 جنيه اشاعات وتحاليل، معروفين في المعامل العائل يطلع. لا مش متبرع طبعا، لكن هم ماشيين قانوني. هم كل ما يتكلموا يقول لك الراجل بكلمه قال انا بقالي 12 سنه بعمل المواضيع دي ومعاه 4 جرد، تاجر اعضاء معاه 4 جرد، 4 يعني ما الواحد يعمل مننا 3. طبعا لما مصر تبقى رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط في بيع الكلى وبيع، آسف إن أنا بستخدم هذا التعبير، قطع الغيار البشرية، لا لازم نستيقظ ننتبه. ولما تبقى رقم 3 في العالم، واحد في منطقة الشرق الأوسط و3 على مستوى العالم، يبقى لازم ننتبه ونشوف إزاي كيف يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة المخيفة. امبارح طبعا في سياق نفينا كانت تدخلت معنا زوجة احد الاطباء عشان تنفي عن زوجها، فقالت القائمة اللي موجودة على اللي بيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا قلنا هذه القائمة في سياق النفي، يعني انه دي قائمة موجودة في سياق النفي، لكن تأكيدا للنفي تاني الدكتور امجد عبد الرؤوف عميد كلية طب جامعة طنطا. دكتور امجد اهلا بيك. دكتور امجد، اولا انا اتشرفت ان انا اتصل بحضرتك، والحقيقه يعني لازم اقر بان برنامج حضرتك من البرامج المؤثره جدا اعلاميا في مصر كلها. الله يخلي حضرتك يا دكتور، الف شكر، اتفضل. وانا الحقيقه يعني الموضوع نفسه ده موضوع يندى له الجبين، والحقيقه ده احنا بننكره كلنا جموع الاطباء في مصر كلها، لان عمل الطبيب مش بيحكمه بس القانون او ده بيحكمه الشرع وبيحكمه ضميره وبيحكمه التقاليد والأعراف الطبية، فهو موضوع مرفوض تماما في الأوساط الطبية، وإن شاء الله إن شاء الله يكون الجزاء رادع لكل المشاركين في هذا العمل إن شاء الله. أنا اللي حبيت بس أتدخل فيه إن هو ذكر أسماء 4 أساتذة في كلية طب طنطا. ال4 أساتذة دول من الهامات والقامات في كلية الطب، هم رؤساء أقسام، أستاذ الدكتور جمال موسى، دكتورة إباء الشيخ، دكتورة إنجي عبد الوهاب، والدكتور أستاذ سليمان. دول من القمم والهامات العالية في كلية الطب، وهم موجودين حاليا وبيمارسوا عملهم. احنا عارفين طبعا اللي قبض عليهم، دول قبض عليهم حاليا، لكن هم تم القبض عليهم. هو في الحقيقة في لعبة زج بالأسماء، والحقيقة أنا استعرضت هذه الأسماء في سياق النفي، يعني أنه اتصلت به زوجة أحد الأطباء وقالت القائمة اللي موجودة، لكن كان خطأ حتى ان احنا نقول بعض الاسماء حتى في القائمة، فكمان احنا بنجدد الاعتذار من جديد لهذه الاسماء ولهذه القامات يعني، وبنحذر من لعبة الزج بالاسماء، ربما البعض عندهم اهداف يعني. وانا برضو هأسمن لتصريح السيد وزير التعليم العالي اللي هو اذاع ان هؤلاء الاساتذة اللي سيتم فصلهم فصلا نهائيا حالة ثبوت الإدانة، لأن دايما نتكلم عند ثبوت الإدانة مش وقت الاتهام أو طبعا بعد ثبوت إدانتهم يعني. ثبوت الإدانة. فأنا شاكر لحضرتك دكتور أمجد، إحنا اللي بنشكر حضرتك، ألف شكر. طيب هنا علشان يا جماعة نشوف دايما نحاول نتعامل مع الأمور في حدودها وفي سياقها، في يعني موضوع تم التعامل معاه، البعض اتعامل معاه بجدية والبعض اتعامل معاه بسخرية، وهو الحديث عن انه وزارة التربية والتعليم هتعمل
مدرسة للحلاقة. طيب ما احنا لازم نتأكد من الموضوع ونشوف طبيعة الموضوع ايه وحدوده ايه. الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني. يا دكتور احمد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل واهلا بيك، ويعني شكرا على اهتمام حضرتك وعلى انه حضرتك بتناول الموضوع ده بانه يعني في الحقيقه موضوع جاد جدا بغض النظر بقى عن بيستخدموه بنوع من السخريه او كده، لكنه طبعا هو موضوع في منتهى الجديه لو لانه يمكن لما حضرتك هتتفضل وهتستعرض دلوقتي الموضوع. هو اولا هو الناس ليه ما بتعتبر ان الحلاقه ليست من من العمل الفني يعني او الشغل الفني؟ لا أو بالعكس 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 يا استاذ وائل، الحلاقه فن الحلاقه او مهنه الحلاقه هي مهنه، والتعليم المهني في العالم كله بيدرس على فكره دلوقتي مهن الحلاقه ضمن المهن، وهي مهنه لها كل التقدير وكلها لها كل الاحترام، وعلى فكره يمكن من المهن اللي يعني لن تنقرض ولن تنتهي ابدا، بالعكس هي بتزداد يوم بعد يوم بزياد البشر اعداد البشر اللي بيولدوا كل يوم، لان كل الناس لابد انها تحلى شعرها وبتتزين يعني. هذه المهن تدرس في كل الدنيا يا استاذ وائل دلوقتي، مثلا في امريكا في كليات المجتمع اللي هي بعد الثانويه كمان تدرس مهن تصفيف الشعر والكوافير بيسموها هير دريسنج بالانجليزي طبعا، وبتدرس في امريكا وبتدرس في انجلترا وبتدرس على فكره في العربيه فلسطين مثلا في كليات مجتمع بتدرس تصفيف الشعر، ولبنان كذلك ودول كتير، ويمكن يعني مش عايزين نعدد الدول لانه هي مهن، واذا كانت مهنه فلابد ان توضع لها معايير واطر يعني اولا تحفظ لهذه المهن مهنيتها نفسها بمعنى انها تكتب، لانه يمكن كان في زميل الاستاذ محمد فودة كتب في المنسى من يومين يا استاذ وائل قال انه اذا كان زمان كان في الاعداد اللي بيمتهنوا هذه المهن عدد قليل، وبالتالي كان شيوخ المهنه يقدروا ينقلوا الخبرات للي بعدهم، انما دلوقتي لما يبقى عندك مليون مصفف شعر في مصر مثلا، مليون كوافير للرجال او اقل حاجه يعني يمكن اكثر من كده كمان. بس هو جايز طبعا يا دكتور، لانه الناس كان يعني طموحها دايما يقول لك ايه، انا عايز وزاره التربيه والتعليم تعلم الناس جيدا وتعمل لي تعليما جيدا، فلما اسمع انهم اهتموا بالحلاقه يعني فيقول لك ايه هو ايه هو ده طموحنا يعني. ف صحيح، خلينا اقول لحضرتك استاذ وائل حاجه يعني، اولا خلينا بس نأصل الموضوع شويه، لانه التعليم تعليم فن التجميل في وزاره التربيه والتعليم هو موجود في 10 مدارس منذ 20 عاما، لكنها مدارس بنات عشان تؤهل البنات ان هم لمهنه الكوافير، وبالذات عندنا مثلا يعني تستغرب ان سوهاج فيها 3 مدارس للبنات لفن التجميل، والقاهرة فيها 3 مدارس واسكندرية مدرستين وهكذا. فن التجميل؟ فن التجميل طبعا. التجميل عموما بما فيه من تصفيف شعر واشياء تانية. نعم طبعا، وبالتالي المهنة موجودة في الوزارة منذ 20 عاما موجودة، لكنها كانت في مدارس بنات. اللي حصل بس عشان اللغط الأخير ده، إنه إحنا كنا في حوار مجتمعي وكان في أحد الضيوف المحترمين جدا اللي وهو رئيس شعبة تصفيف الشعر او الكوافير في غرفة التجارة في القاهرة، اقترح حضرتك قال لي احنا لماذا لا يعني ننشئ تخصص او مهنة فن الكوافير للرجال وليس للبنات، يعني هو قال ان البنات انا عارف ان البنات موجودة طبعا بقى لها سنين، لكن احنا كمان عايزين نعمل هذه المهنة للرجال، لانه استاذ وائل شوف يعني انت لسه بتتكلم حضرتك على الولاد اللي بي يعني اللي بلجأوا اللي بيبيعوا كلاهم ولا اعضائهم البشرية لكي يرتزقوا ولا كي يجدوا مصدر للتمويل، طب اذا احنا عندنا هذه المهن اللي هي بتمارس بالفعل اوريدي، يعني عندنا انت حضرتك قلت عارف يعني انه عندنا مليون مصفف لا وهي الحلاقه كمان يعني من المهن اللي المواطن المصري فيها بيستخدمها بشكل دوري يعني كل اسبوع اسبوعين ثلاثه، ما حدش يقدر يستغنى ابدا عن الشعر او الكوافير او الحلاقه يا سيدي، خلينا نقولها بالبلدي يعني، وبالتالي عندنا هذه الاعداد الغفيره جدا اللي بتمارس هذه المهنه، الا تحتاج الى تقصير منضبط؟ لانه العمليه ما بقتش زي زمان. هو كان الوقت الاقتراح ان يبقى في مدرسه للحلاقه الرجالي، تخصص ندخل تخصص الكوافير الرجالي الى جانب الكوافير الحريمي اللي هو موجود او سريري في المدرسه عندنا بقى له 20 سنه. وده كان الاقتراح، واحنا يعني قلنا خلاص ندرس هذا الموضوع اذا لقى
يعني قبول عند الناس، لانه ما فيش مدرسه بتفتتح الا لان كلها يعني طلاب عاوزين يخشوا هذا التخصص. هي بس المشكله زي ما قلت لك يا دكتوره احمد، الناس لاقيه التعليم منهار، فلما تلاقي وزاره التربيه والتعليم بتدرس مقترحا طيب عن الحلاقه اسمح لي يا استاذ وائل اقول لك حاجه عن الناس. لا انا متفاهم، انا متفاهم وجهه نظر الناس اللي بتعترضوا، انا يعني متفاهم لهذا الكلام. انت شفت كم التعليقات الساخره اللي هي وزاره الدقن والشعر؟ صحيح، معلش ما خلينا وريح الزبون وبقى التعليقات على ال خلينا اقول لك حاجه استاذ وائل، خلينا اذا كنا هنتكلم على بنعمل ايه للتعليم الفني في مصر، فده قصه طويله، وربنا لو كان عندك وقت مره في حلقه او تقدر يعني نتكلم على ايه اللي بتعمله الوزاره في هذا الملف اللي هو طبعا ملف يعني كبير جدا ومهم جدا، لانه احنا بنشتغل على كل المكونات في منظومه التعليم الفني، سواء كان التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، وبالتالي عندنا صور كتير جدا بيتعمل، ويمكن لو في فرصه نبقى نقدر نقعد مع حضرتك ونقول ايه اللي بيحصل عشان برضو طبعا. بس انت يعني ده في ظل ايمانك بان الحلاقه خاصه المشكله متعلقه بالحلاقه الرجاليه. لا هو مش يعني انا هو انه عمل فني، انه عمل فني مش هزار يا جماعه، عمل فني، عمل مهني يا استاذ وائل، عمل مهني. خلينا نسال نفسنا هي مهنه ولا لا؟ اذا كانت مهنه فلابد ان 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 تخضع لتخصص التعليم الفني في مصر، لانه اذا كانت مهنه لابد ان تضع لها معايير. وعلى فكره هذه المهنه اللي بترتبط بالبشر وبتتعامل مع البشر اصبحت لها نواحي صحيه ونواحي بيئيه والادوات، ادوات التجميل نفسها، مستحضرات التجميل. طيب ده بقى عالم كبير جدا. خلي عليك بس معلش انا اشوف، طب ليه بعض اعضاء مجلس النواب تعاملوا مع المساله بتهكم مماثل للتهكم اللي عند الناس على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لانه الناس طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعه تلاقوها يعني بدات تتهكم، يعني الحاجات اللي انا قلتها دي، يعني وزاره الدقن والشعر وريح الزبون، وواحد يقول لك يا مثبت العقل فيقول له لا احنا عايزين دلوقتي مثبت شعر، تعليقات كتير على هذا المقترح. الاستاذ محمد الحسيني عضو مجلس النواب، يا استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ليه تعاملتوا باهتمام وزاره التربيه والتعليم بانه تبقى في مدرسه حلاقه رجالي، تعاملتوا معاه بتهكم؟ هو صحيح الامر ما كانش تهكم. طبعا انا في البدايه بحيي الدكتور احمد وبحيي حضرتك، ولكن احنا فوجئنا بتصريحات غريبه جدا من وزاره التربيه والتعليم ان هي بتدرس. لا ممكن تبعد عن التلفزيون بس او توطيه. انا في الشارع، انا في الشارع. طيب. على فكره ماشي اتفضل. انا فوجئت ان في تصريح من خلال اليوم السابع بيقول ان وزاره التربيه والتعليم بتدرس مقترح ان يبقى مهنه الحلاقه تدرس في المدارس الثانوي الفني. في الحقيقه انا كراجل متابع العمليه التعليميه والمناطق الشعبيه ويشوف التعليم الفني، اولا وزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. التعليم الفني في فن تجاري، فن صناعي، فن زراعي، ما سمعناش اي تطوير فيه. حتى المهن اللي موجوده اللي انا بحترمها كلها، كافه المهن وكافه التخصصات ليها كل الاحترام، انا ما شفتش وزاره التربيه والتعليم في خلال المده اللي قضاها سياده الوزير الحالي عمل اي طفره حقيقيه في التعليم الفني. لا شفنا اهتمام باصول الصناعه من خلال المدارس الفنيه، ما شفناش ده. اجي النهارده افتح حوار جديد واعمل راي عام جديد وانا اصلا مش مهتم باللي موجود في ايدي. يعني احنا النهارده عندنا كافه التخصصات الصناعيه والزراعيه والتجاريه، الولد بيطلع، الطالب بيطلع ما بيعرفش يكتب اسمه. اجي النهارده اروح اعمل مقترح وادي مساحه للاعلام، احنا عايزين نعمل، واحنا اصلا القماشه اللي عندنا كلها مشاكل ومتقطعه. لا انا اقول انا النهارده كراجل بس انت هنا يعني ما انتوا يعني تعاملتوا بتهكم مع الحلاقه، انت مش بتحلق يا استاذ محمد. انا ما عملتش ده وما اقدرش اتهكم على اي صلعه. انا راجل مواطن عايش في منطقه شعبيه، كل المهن على دماغي من فوق، ولكن انا برضه الاولى زي ما سعادتك تفضلت وقلت، الاولى اهتم باللي موجود. سعادتك انا عايز وزير التربيه والتعليم. طيب. نور المدارس الصناعيه. استاذ طلعت، ما انا هسمع الاستاذ احمد، بس استاذ طلعت خليل ايضا، استاذ طلعت ليه حصل عمليه تهكم على الاقتراح اللي بتدرسه وزاره التربيه والتعليم انه بتبقى في مدرسه للحلاقه الرجالي؟ تعليقات كتير يعني وصلت الى حد وزاره الافه، وزاره الدقن والشعر.
ريح الزبون. ليه كمان انتوا تعاملتوا مع المسألة باستخفاف؟ يا دكتور وائل، يا استاذ وائل، المسألة فعلا اللي بيقوله الدكتور احمد الجويشي ده مسألة مستفزة للغاية. لما يبقى متخصص للدولة النهاردة مخصصة 136 مليار جنيه للتعليم والناتج بتاعها صفر، وجاي النهاردة انت تدور سايب اصل الموضوع وبتدور لي لتخصصات. يعني هي اصلا المجتمع احنا بنحترم هذه المهن بشكل او باخر، لكن لما تكلمني النهاردة انت فينك من التعليم الزراعي، انت فينك من التعليم الصناعي الفني، انت فينك من احتياجات سوق العمل بشكل حقيقي وسليم وصحيح. لما تيجي تكلمني النهاردة انا بدي لك 136 مليار في وزارة التعليم عشان انت سايب كل مشاكل مصر وتقول لي انا اعمل تخصص كوافير رجالي وحريمي، ده عبث، ده هذا نوع من انواع العبث. دي تسطيح للامور بشكل او باخر، دي مسألة غير جيدة بالمرة، دي ناس بتفكر بطريقة يعني انا مش فاهم بيفكروا ازاي. النهاردة التعليم الفني بينهار في مصر، وده سبب انه بيخلي المستثمرين بيهربوا. انا عندي مستثمرين النهاردة بيقول لك انت عندك الناس اللي عندك معياش اصحاب مهارة، بدل ما تدور لي تخلي لي الناس النهاردة ترجعها لي اصحاب مهارة، يبقى عندي اللحام الجيد وعندي خريج المدارس دي بطريقة او باخرى يبقوا ناس بشكل جيد. رايح تكلمني على تقول لي كوافير حريمي وكوافير رجالي، ايه هو العبث ده؟ هو احنا الدوله النهارده في ايه الكلام اللي بيحصل ده؟ 136 مليار بنصرفهم على التعليم والناتج صفر، وبعد كده جاي تقول لي انا بقى هعمل كوافير رجالي وحريمي. يا دكتور احمد ما ينفعش كده، يعني الحلاقه دي مش علم يا استاذ، انت مش بتسيب دماغك للزبون. هو العلم اللي احنا بتسيب دماغك، قصدي الحلاق، طول عمرنا احنا بنحلق. هل انت يعني النهارده حصل مشكله وبالتالي مطلوب تدخل الدوله في الحلاقه؟ مطلوب تدخل الدولة في الحلاقة عشان حاصل مشكلة، الحلاقين تعبوا الناس وتعبوا الجمهور، وبالتالي لازم يبقى الأمر يتأصل من ناحية نعمل له مدارس. هل حصل شك؟ الدكتور أحمد بيقول لك ده عمل فني زيه زي كل الأعمال الفنية، كامل زي النجارة اللي بتعلموها في الدبلومات، زي الحدادة، زي كامل الاحترام لهذا العمل الفني، لكن لا يصلح النهاردة نسيب مشاكلنا الحقيقية. أنا عايز أكلم مستثمرين يا أستاذ وائل. النهاردة الرئيس كان قاعد مع لجنة العليا للاستثمار عشان نجذب مستثمرين من خارج مصر. الدكتور أحمد بيعول عليه اختصاص غير عادي في هذا الأمر. النهاردة بيعول عليك يا دكتور أحمد أنك أنت التعليم الفني تطوره بما يتلائم مع أسواق العمل بشكل جيد وصحيح، طيب، في جذب استثمارات لمصر. دكتور أحمد الجيوش، تعليق أخير. واضح السادة النواب أيضا أستاذ طلعت خليل بيقول يعني إحنا كل ميزانيات التعليم ده وعندنا مشكلة، وبدل ما يبقى فيه التفكير في كيفية تطوير التعليم وتطوير التعليم الفني تحديدا، فجايين تكلمونا عن الحلاقة. تفضل. أول اسمح لي يا أستاذ وائل، طبعا تحياتي للسادة النواب المحترمين. يعني كل ما يقولوه هو كلام سليم جدا، لكنه في يعني يبدو ان هم يعني لا غير مطلعين على ان احنا بنعمله في التعليم الفني. وانا تم استعداد زي ما قلت لحضرتك يا استاذ وائل ان احنا نقعد مع واستضيفني مع الساده النواب في حلقه نقول احنا ايه اللي بنعمله في التعليم الفني وازاي بنخدم الصناعه دلوقتي حالا واحنا لسه. والله يا ريت، لانه احنا من المهتمين بالتعليم الفني، لان التعليم الفني هو اللي بيتمشى مع سوق العمل، وهو اللي ممكن انه يخلي التعليم متطابق مع الواقع العملي. يا استاذ وائل، ده اللي بنعمله دلوقتي وبنعمل عليه دلوقتي. وفي الحقيقه انا بس عاوز اقول للزملاء الافاضل انه اليوم السابع امبارح، او يعني ما اعرفش اذا كنت اقول اسم جديد ولا لا، عامله تحقيق عن مدرسه زراعيه اسمها موت في الوادي الجديد، حاجه تحفه. وفي عندنا راس السوداء في اسكندريه، عندنا مدارس لسه فاتحين مدرسه اللوجستيات في بورسعيد امبارح ولا اول امبارح. احنا يا استاذ وائل بنعمل هذه الفلسفه ان احنا كل ما كانت هناك وسيله وبرنامج دراسي جديد يقدر يفتح فرص عمل لاولادنا، لا تورع ان احنا نشرح فيه. بعدين كل ده كويس، بس يا دكتور انت عارف الناس دلوقتي بقت يعني على شعره، يعني اول ما اقول لهم وزاره التربيه والتعليم بتعقد جلسات عمل عشان مدرسه حلاقه. استاذ وائل، لم هذا الكلام لم يحدث بالشكل ده. احنا قلنا ان في زميل طلع وقال اقتراح، وهو يعني رجل فاضل وهو رئيس شعبه المصففين، او دكتور قدم اقتراح عندنا دروسه، ولا نقول لا انت ما تنفعش، دي مهنه مش عارف ايه، واحنا هنشتغل على القراطه والنجاره وكده. هذه هي الفكره اللي للاسف الشديد الناس بتتعامل معاها بيها. هذه المهنه تدرس لكل الدنيا دلوقتي كمهنه وليست اختراع مصري.
هي موجوده في مدارس مصر من 20 عاما زي ما انت حضرتك للبنات. وبالتالي زملاء الافاضل اعضاء البرلمان الموقرين الاول بس يطلعوا على هذا الكلام، الكلام ده موجود لكن ده لا يؤثر ابدا، واحنا بنشتغل ليل نهار ما بنشوفش اهلنا الا كل يوم جمعه بس اولادنا عشان نشتغل ونطور تعليمنا الفني. ارجو انك تديني الفرصه تستضيفني حضرتك عشان ان شاء الله. دكتور اتفضل. ده بالعكس يعني احنا مهتمين بالتعليم الفني، بس خلونا كمان يا جماعه يعني الناس فيها ما يكفيها، لما نقول افكار بس يا دكتور تبقى يعني داخله في صميم اهتمامات المجتمع وصميم وعمق مشاكلنا وقضايانا. الناس هتقول مدرسة حلاقة انت شفت. بشكركم جميعا، كم التعليقات اللي هي بسبب ده، الف شكر دكتور احمد جيوشي. استاذ طلعت خليل عايز تقول حاجة بسرعة؟ الف شكر. والاستاذ محمد الحسيني الف شكر. الناس طبعا احنا يا جماعة بنحلم، قاعدين نقول التعليم في مصر ازاي يبقى زي النموذج الالماني ولا النموذج الياباني، وازاي ننهض بالتعليم في مصر، وازاي نطور المناهج، وازاي يبقى عندنا تعليم يتمشى مع التطور الحادث في المجتمع، وازاي نقضي على تكدس الفصول، وازاي نعيد تاني الاعتبار للمدرسة المصرية اللي ماتت واصبحت مؤسسة الدروس الخصوصية السناتر بين قوسين هي البديل للمدارس، وكم الاعتداءات المتبادلة من مدرسين على تلاميذ أو من تلاميذ على مدرسين أو من أولياء أمور على الاثنين. كل ده بنقول تعالوا التعليم الفني اللي هو له علاقة بسوق العمل ما نقعد بقى نفكر في ده. فالناس أول ما تلاقي وزارة التربية والتعليم بتبحث مقترحا بمدرسة حلاقة، شفتوا بقى كم التعليقات بقى، دقن ولا شعر، ريح الزبون، وزارة القفا، بقت وزارة التربية والتعليم اسمها وزارة القفا، وتعليقات بقى من الناس يقول لك اه يعني ما احنا بنسلم ولادنا ايضا زي ما الزبون بيسلم قفاه للحلاق، فاحنا بنسلم ولادنا لوزارة التربية والتعليم، وفي النهاية كله صفعة على القفا، كله صفعة على القفا لانه ما بتاخدش تعليم. بناخد صفعات على القفا، فما تندهشوش لما تلاقي ان وزارة التربية والتعليم سابت كل حاجة وماسكة في القفا وماسكة في مدرسة للحلاقة. بعد الفاصل عبد الباسط حمودة أحد ملوك الأغنية الشعبية في مصر هيبقى معانا، هنغني وهنتكلم، هنبعد عن الأزمات والمشاكل. سيظل الغناء ملجأ وملاذا نعالج به أيضا أزماتنا وأيضا نتخفف به من مشاكلنا. بعد الفاصل. أنا مش بمسح كل دمعة أنا كنت في ليه وبدر بالضحكة حسني ودمعتي أنا الطير جريح وضعيف والدنيا ريحاتي الناس مفكرين الدنيا بتدوس واللي على بيت الكريم
شر بنات حواء وغلوا منهم من عمايلهم من كيدهم اللي بيجي عليهم يخسر ويا ويل ويا ويل من يكسر قلبه. مغني شعبي مصري ولد ببلدة أبو قير في الإسكندرية، إنه عبد الباسط حمودة. نشأ في حي شعبي يغلب عليه طابع البساطة والتلقائية، وكبر على سماع الأغاني الشعبية المنبعثة من المقاهي والمحلات، فحفظ العديد منها ليجد نفسه في بداية مشواره الفني يغني في الأعراس والمناسبات الخاصة. يا حلو الشعب الشعب خايفك تلاقيني قدام عوازلك لاني مش عايزة بخار تلاقيني وبلاش لسانك وخلي العين تلاقيني. اكتسب عبد الباسط حمودة شهرة في منطقته والمناطق المجاورة، وأصبح محل ترحيب ومتابعة من طرف الجمهور نظرا لما يتمتع به من قدرات صوتية ومواهب فنية. توجه عبد الباسط حمودة إلى تسجيل العديد من الأغاني الخاصة به والتي لاقت رواجا كبيرا، وحفظه محبوه ومشجعوه على غرار سيبوني وارجعوا. سيبوني وارجعوا وانسوا اسم ومكان ولا أرجع. أنا تعبان بجد أدري يا أدري راد نبي وقد جمعهما مع مجموعة أخرى في ألبوم بعنوان كلك عجبني. يعجبني كلك يا ولا كلك عجبني مفيش معلم يا ولا هيحسبني ولا أنا عندي قول ولا ورايا شغل ولا أنا عندي قول ولا ورايا شغل لوم العوازل يا ولا لومهم تعبني. يعجبني كلك يا ولا كلك عجبني. تواصل نشاط عبد الباسط حمودة الغنائي وتوالت أغانيه الشعبية الرائقة، فأصدر ألبوما آخر بعنوان بدون مونتاج اشتهر من أغانيه اديني قلبك. اديني قلبك خد قلبي اديني قلبك خد قلبي وموال بعنوان أنا حزين. أنا الحزين وأحلف يمين ما شفت الفرح ولا زارني. عاد عبد الباسط حمودة عام 2008 بمظهر متجدد ليصدر ألبوما بعنوان ضربة معلم. ضربة معلم يا زمن ضربة معلم يا زمن وعرفت توجعني توجعني توجعني. ليستعيد شعبيته وحضوره في الساحة الفنية خاصة بعد تصوير أحد أغاني الألبوم أنا مش عارفني. أنا مش عارف أنا بتد مني أنا مش أنا لا دي ملف ولا شكل شف ولا ده أنا ولا ده. وفي عام 2010 صدر ألبوم سلفني ضحكتك. محدش عنده ضحكة أصلا أدارك معاك وغلاك محدش عنده فرحة أصلا ده أنا قربت أنسانا. واشتهر الألبوم بأغنية الدنيا جرى ليها إيه؟ اللي وغدر وخيان ناس في ناس طمع الجو هادي. الجو هادي خالص والدنيا غص غص وانا وانت يا حبيب يا حبيب ونجوم الليل وبس وادفع نص عمري.
وفي نفس العام شارك مع الفنانة سميرة أحمد في مسلسل ماما في القسم. حضرتك مطرب؟ ما تقول لها حاجة، ده الأستاذ أوفا يا مدام. اخرس انت، أنا ما سألتكش عشان تجاوب. هو فيه يا مدام؟ أنا من ساعة ما جت هنا وأنا شايفك متضايقة مني ومخنوقة. اسمع يا أستاذ وفيق، بما إنك هتسكن في العمارة لازم تعرف شروط السكن في العمارة والقانون المنظم للعلاقات بين السكان. صحيح انت مأجر شقة هنا وليك مطلق الحرية انك تعيش فيها زي ما انت عايز، لكن حريتك دي لا يجب ان تهدد امن وسلامة باقي سكان العمارة. عداك العيب يا مدام، انا مش فاهم ولا كلمة. واصدر اغنية مفيش مستحيل في عام 2013 مع المغنية اللبنانية المتألقة نيكول سابا. صدر له مؤخرا كليب الحب ولع في الدرة. بين القصرين لما شافوني قال لي عاملين مش شايفين، انا يا طول ما نسيوني والقلب يقول لا فاكرني. بين القصرين لما شافوني قال لي عاملين مش شايفين، انا يا طول ما نسيوني والقلب يقول اه. بين القصرين لما شافوني قال
القصرين لما تشافوني قال يا عاملين مش شايفيني انا يا دول من السيوني والقلب يقول لا فاكرني صدق مين صدق مين كدب مين قال انت مجرب طمني اعمل معروف بقى فهمني يا اللي انت مجرب طمني اعمل معروف بقى فهمني بين القصر شفت الحلم ولا حدش منه اتكلمني. أغنية شعبية ما زالت متنفسا أساسيا للناس البسيطة ولكل الناس كمان، الناس البسيطة تحديدا لأنها كلمات بسيطة بتعبر عن كل مشاكلهم وهمومهم وأزماتهم. واحد من أهم ملوك وأساطين الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، هنتسلطن معاه بتعبير كل اللي بيغنوا أو بتعبير أحمد عدوية تحديدا يعني، نتسلطن يعني. هنتسلطن مع عبد الباسط حمودة. استاذ عبد الباسط اهلا بيك. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. وهتكلم معاك بقى في كل ما يتعلق بالفن والغنى عموما، بس الاغنيه الشعبيه انا بحسك معجون بالاغنيه الشعبيه. هي اللي جت التراث الشعبي. التراث الشعبي؟ اه. يعني احنا من السبعينات كان الفرح البلدي له شكل. وكل له قيمه. وكنا بنروح نشتغل في الحسين تحت، كان عبد العزيز محمود وكان انور العسكري وكان ابو دراع وكانت شريفه وكنت انا وكان احمد عدويه ومحمد عبد المطلب وانديل كلنا كنا بنشتغل في رمضان تحت، وكلنا تعبنا، كان الفرح له طعم وله شياكه، وكانت في ناس وكانت في قيمه، كنا بنخش نغني كاننا داخلين الماريوت في الفرح. كأنك داخل يعني شوف فرح شعبي، لكن كأنك داخل يا جمال فندق خمس نجوم يعني. يا 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 على الناس والقعده والدنيا والساره، كانت ايام جميله وكنا اقله. كنت قله. كنا اقله. ما كانش المساله ظابط زي دلوقتي. كانوا معدودين على الصوابع. يعني معدودين. يعني كان محمد رشدي، كان شفيق جلال، كان محمد عبد المطلب، كان العزبي، كان ماهر العطار، كان عبد اللطيف التلباني، كان كارم محمود، وبعدين احمد عدويه، عبد الباسط حموده، حسن الاسمر، ادي اللي كنا كلها. كان بقى في العطيفي بقى كان محمد الحلوه وعلي الحجار وكان مدحت صالح وكان ايهاب توفيق كانت ناس حمد. ففي تنوع بقى. كان في تنوع. وشريفه فاضل وليلى نظمي وعايده الشاعر. كان الفن للفن. طيب وهنا شوف انت بتتكلم بتقول ده الفرح الشعبي ده ما كانش بس فرح كده، انت كنت بتعتبره حفله غنائيه، مهرجان غنائي يعني. يا جمال الناس اللي قاعده، هي كانت العيشه بسيطه. بس كان في روح وكان في حلاوه وكان في جمال وكان في فن وكان في ناس بتسمع وكان في عالم. كنا النهارده ما فيش. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ يعني الفرح الشعبي دلوقتي بقى ايه؟ الفرح الشعبي النهارده تخش بقى تبص تلاقي الخمسات وبكره و30 و40 و50 وتاني يوم يقول لك 17. لا يعني ايه؟ لا وضح ده للناس يعني ايه؟ يعني النهارده مثلا كان في مثلا كنت اما امسك فرح انا امسك فرح مثلا ابص الاقي نفسي انا ماسك فرح، الفلوس ليا وكل حاجه بقت ليا. النهارده يقول لك انا بعمل فراشه وبعمل كهرباء وليا فلوس بره وليا ديون وليا ده وليا ده، بقت قصيده كده يعني. لا بالاضافه كمان بقى، لا بقى في افراح واخده شكل تاني خالص، اللي هي قصه تانيه، الرقصات اللي بتيجي دي اللي هي ما بقاش فيه ده ولا حمام السباحه. اللي انت شفت الرقص الفيديوهات والحاجات دي على في فرح وعلى المسرح كتير كتير. بس هو صاحب الفرح عايز كده. بس زي ما انت بتقول كان الفرح الشعبي كان بيهز بقى مش الحاره نفسها كمان، اللي حواليها كلها، البلد كلها والناس كلها تبقى عايزه تيجي تستمتع وتسمع حتى لو من بعيد. كان شفيق جلال وكان محمد رشدي وكان العزبي وكان عبد العزيز محمود وكان ماهر العطار وكان عبد اللطيف التلباني، كتكوت الامير الله يرحمه، احمد عدويه ربنا يديله الصحه، وعبد الباسط حموده وحسن الاسمر الله يرحمه،
كنا كده. كل دي منافسات. امال ايه؟ وما كانش في غيره، كنت تغير بس الشغل. يعني مثلا فلان عمل نمره جامده قوي، انت عايز تطلع برضو ايه تعمل نمره جامده بس بالحب. امال ايه دلوقتي؟ في تقطيع هدوم، في ذبح اللي هو بيسرقوا الافراح من بعض. لا 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 لا، يعني انت مثلا كنت اما البس البدله، البس البدله السوداء والجرافطه والقميص الابيض والدنيا. النهارده في جينز وفي برمودا وفي ده اللي بيغنوا يعني. ده انت لو لبست جلابيه وحرير كده بيضه ولو مؤاخذه ابوك يضربك وانت خارج. كلهم غير الجلابيه دي. كان في يعني لو اختك خارجه تجيب حاجه وانا قاعد اروح اجيب لها انا الحاجه ولا خدي. النهارده لو لقى بنتك هعكس اقول لك والله العظيم يا عم وائل ما اعرف انها بنتك وهي جارته وشايفها وعارفها. النهارده بقينا في حاله الاخلاق تدنت يعني. يا طيب احنا هنتكلم شويه وهنغني شويه. نغني. هنغني ايه بقى؟ اللي دمعتي دمعتي يا من سالف وحدتي اعز الناس فاتوني وكل الناس باعوني وكمان بيحسدوني يا عيني على ضحكتي يا دمعتي. الله. دمعتي يا منساني في وحدتي يا دمعتي يا دمعتي يا منساني في وحدتي اعز الناس فاتوني كل الناس باعوني اعز الناس فاتوني كل الناس باعوني كمان بيحسدوني كمان بيحسدوني على ضحكتي يا دمعتي يا دمعتي